السلام عليكم أزول فلاوي، جمعة مباركة، ويوم الجمعة في هذا اليوم الجمعة كنطلب من الجميع يتمنى الشفاء العاجل من واحد المرض خبيث عند واحد البلاد كوريا الشرقية، والمرض ديالها هو المغرب، دارها في خاطرها ما عرفتش علاش. خرجت سيدي جريدة ديال الشروق مجلة تابعة لكابرانات، قالت لك سيدي المغرب كان بغي يحتل الجزائر من عهد السعديين السلطان مجاهد أحمد المنصور الدهبي اللي كان في القرن الخمسطاش، لا السادسين سنة من 1578 ل 1603 كان السلطان منصور الدهلي. قالك سيدي جاب بغى يجيب 13000 برتغالي مجاهد برتغالي باش يحتل الجزائر. انا ملي سمعتها بقيت بحال جوي جاتني الدعكه، ولكن قلت والله نحاول ندير شي بتيت غوشيخ. اولا في هذاك الوقت ما كانش شي حاجه سميتها الجزائر، ما كانش لا وجود شي حاجه للجزائر، الوجود ديالها ما كانش. وزيد نشوف حتى البرتغال في هذاك الوقت، البرتغال في هذاك الوقت البرتغال هي تكري في القرن الثاني عشر في 1105 تقريبا تكريات، ولكن اسبانيا في هذاك الوقت كانت احتلتها وما بقاتش شي حاجه سميتها البرتغال، دونك ما كانش شي حاجه سميتها البرتغالي في القرن السادس عشر، لان كانت احتلتها اسبانيا وكانت رجعت اسبانيا المملكه الكبيره تما، عاد استرجعت البرتغال الاستقلال ديالها. دونك انا بغيت نفهم مالهم على هذا الخبات وعلى هذا المرض. انا عارف هذا اللي ورايا دارهم، واش تاكل من صور الدبي؟ واش تاكل من صور الدبي؟ لا عاش صاحب الجلالة وعاش الملك وعاش المغرب، والله يجيب الشفاء. سير أنا جاي.